كيف تحصل على الحب الذي تريده؟ أستاذ دكتور هارفيل هندريكس، من أكثر كتب مبيع في العالم، دليل الأزواج، الكتاب الذي بيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة. لا أعرف دليل أفضل من هذا الكتاب، فهو يعين الأزواج الذين يرغبون في إقامة علاقة زوجية أكثر نجاحا. جيمس سكوت بيك، مؤلف كتاب The Rootless Trend، هذا المسلم زود المقدمة الجديدة. Getting the Love You Want، A Guide for Couples. لقد وضع الدكتور هارفيل هندريكس باشتراك مع زوجته هيلين لاكيلي هانت الحاصل على درجتين ماجستير ودبلومة الجمعية الطبية الأسس أسلوب علاج العلاقات الزوجية عن طريق الصورة الذهنية، وهي عبارة عن عملية علاجية فريدة من نوعها تصلح لكل لكي يستخدمها الأزواج والأشخاص المقبلين على الزواج. الآباء والأمهات أنها في المستشار يقدم النصح للأزواج من واقع خبرته تمتد أكثر من 2000 عام في المجال العلاج والمجال الأكاديمي، وهو يعمل في علاج العلاقات الزوجية من خلال عيادته الخاصة. وكذلك يقيم ورش عمل للأزواج ويقوم بتدريس أساليب علاج المشاكل الزوجية، كما يلقي محاضرات في ندوات العالم. أما هيلين فهي طبيبة نفسية وناشطة في مجال حقوق المرأة، ولقد تم ترشيح هذه الحقوق عند أكثر النساء شهرة بفضل أعمالها في مجال تحفيز المرأة، وقد أنجب 6 أطفال وهما يعيشان في نيوجيرسي ونيو مكسيكو. كيف تحصل على الحب الذي تريده؟ صدر هذا الكتاب لأول مرة عام 1988، وقد ساعد ألف الأزواج على حصول علاقات زوجية أكثر حبا ودعما وإرضاء الطرفين. في هذا الكتاب الفريد من نوعه يعرض الدكتور هارفيل هندريكس خبراته التي تعلم عن سيكولوجية الحب عبر أكثر من 30 عاما من العمل كمعالج، وبالتالي سوف يساعدك على تحويل علاقاتك الزوجية مصدر متفق للحب والوئام. في هذه الطبعة الجديدة من هذا الكتاب أضاف هارفيل هندريكس وزوجته هيلين لاكيلي مقدمة جديدة تصف الأثر العميق الذي أضفاه هذا الكتاب على العلاقات الزوجية للعديد من الناس على مر السنين. وسوف يساعدك هذا الكتاب في أسلوب متدرج على إيجاد شراكة يظلون الحب والدعم المتجددين في علاقاتك الزوجية. هذا الكتاب يزود الأزواج بخريطة الطريق للوصول إلى علاقة أكثر حميمية وأكثر شعرية، فهو أكثر الكتب التي قرأتها تفاهما لحميمية العلاقة الزوجية. دكتور ماريون سولومون، هذا الكتاب يمثل علامة فارقة، هو أكثر الكتب التي قرأتها وضوحا وقناعا حول مشاكل العلاقات الزوجية المعقدة. آدا بيرتس الرئيس السابق لصندوق آل روكفيلر. يقدم هارفيل هندريكس أفضل البرامج التي تركها في حياة المزاعات الزوجين على علاج مشاكلهم عن طريق استخدام طاقة الحب والكل لدى كل منهما. تي جورج هاريس رئيس تحرير مجلة أمريكان هيلث. بالجزء الأول الزواج غير الواعي، بالثاني الزواج الواعي خلق الوعي، الجزء الثالث تمارين 10 خطوات على نجاة زواج واعي، رؤية علاقاتك الزوجية، جراحة الطفولة، إثارة الصورة الذهنية، مشاعر الطاقة في الطفولة، صورة شريك حياتك، إكمال العمل، حوار زوجين، إغلاق منافذ الهرب، إعادة الرومانسية، قائمة المفاجآت، قائمة التسليم، تمدد احتواء الغضب، أيام احتواء الغضب، تكامل الذات، تصور الحب، البحث عن المساعدة، الفن، سر الإنجذاب. يقول أورتيغا واي جاسيت إن نوعية الشخصيات التي نختارها تكشف عن مكنون قلوبنا. هنري ديفيد ثورو يقول إن العمر المديد ليس بمعلم أفضل من العمر القصير، بل يتساوى مع ذلك، لأن المرء لا يستفيد منه قدر ما يخسر منه. أندري مورا يقول في الأدب كما في الحب نندهش من اختيارات الآخرين. أوفيد يقول نحن الاثنان نكون حشدا كبيرا. خلق الوعي سي جي يونغ يقول من النادر أو من المستحيل أن يتحول الزواج إلى علاقة فردية بدون أن تحدث أزمات، ولا يمكن أن يولد الوعي بدون آلام. إغلاق كل منافذ الهرب. دينيس دي روجيمونت يقول إن معجزة الزواج تكمن في وجود حياة أخرى تتحد مع حياتي لنهاية العمر. خلق منطقة آمنة يقول سورين كيرك غارد الحب المثالي هو أن تحب الإنسان الذي سبب لك التعاسة. سوف تعلم الحقيقة ولسوف تجعلك الحقيقة حرة. لويس كارول بيقول أحد أكثر أسرار الحياة غموضا أن أكثر أفعالنا قيمة هي التي تكون من أجل الآخرين. كيف تحصل على الحب الذي تريده؟ هارفيل هندريكس.